اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مدينة ميونخ اليوم مع معالي السيد بريانا بن ديكسون وزير خارجية ايسلندا وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر ميونخ للامن. وتم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة وتعزيز التعاون والتنسيق السياسي والدبلوماسي وتبادل الدعم في المحافل الدولية اضافة الى استعراض عدد من القضايا الاقليميه والدوليه محل الاهتمام المشترك